بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في المحاضرة السابعة لكورس Document and Information Management النهاردة 25/6/2022. لسه برضو في المديول الأول. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اتكلمنا عن الريجستريشن. حد فاكر حاجة من الكلام اللي احنا قلناه؟ ايه هو تعريف التسجيل او الريجستريشن؟ تمام، اللوج، تسجيل وتدوين كل المستندات. تمام، طيب احنا كان التعريف اللي احنا كنا قايلينه هو قائمة بجميع المستندات الموجودة في المشروع، عادة ما بتكون رسومات او اجراءات او نماذج مواصفات. من المهم وان احنا بنتمكن من تحديد اخر اصدار لكل وثيقة فيه. طيب كان ايه الهدف ولا كان ايه المميزات اللي بتخلينا نستعمل حاجة زي اللوج او الريجستريشن، او ان احنا بنعمل كل البروسس الكبيرة المتعبة دي؟ كنا بنعملها ليه؟ ايه المزايا بتاعتها؟ متابعة وسهولة الحصول على المستندات، سهولة التتبع، سهولة وصول البيانات بدون فتح الملفات كلها، تسهيل وصول المستندات، سهولة الرجوع اليها، approved، وكمان التوثيق. تمام، متابعة المستند، الرجوع إلى أي داتا، check duplicated. تمام، معرفة آخر نسخة معتمدة، صح يا أستاذة أميمة، تحديث، اوكي، approval registration، achievement، no need to hard copy، control document files. بس محدش قال ان هي مثلا بتقلل الوقت المطلوب تقديم المستندات، محدش قال ان هي بتقلل مساحة التخزين بتاعت المستندات. وصول الدوكيمنت، نقدر نتراك الابروفلز بتاعتها وصلت لفين، ونتابع كل الريتريفل لفين، ونقدر نعمل ايوه. تمام، easy tracking. طيب كان ايه من الحاجات المهمة اللي احنا لازم ما بنستغناش عنها في اي ريجستر؟ احنا قلنا ان احنا عندنا حوالي 5 elements كده لازم الريجستر يكون موجود، اي ريجستر لازم يكونوا موجودين: التايتل، الريفيجن، الريفرنس، الريف، نمبر، ديت، ريفرنس، جود organized of document، ديسيبلين، صح ديسيبلين، ريسيف، approval date، صح، hyperlink، attachments، document type، status، stamps. يعني ايه stamps؟ ما احنا مش هنعرف نشوف ال stamps هنا. responsible، drop list، بالظبط كده. طيب احنا كنا اخدنا المرة اللي فاتت ال assignment بتاعنا كان ان هو ازاي احنا نقدر نعمل correspondence look، نقدر ان احنا نتراك في الستاتس بتاعت اللترز او الكورسبوندنس وقفت لفين او هي واقفة عند مين. في نفس الوقت قلنا ان احنا لازم ان احنا نستعمل حاجة من الحاجات اللي احنا تعلمناها في المحاضرة اللي فاتت زي الدروب ليست او الهايبر لينك او الفورمولا او الاكويشنز. طيب هو انا ليه مثلا قلت لكم ان احنا نعمل ده من غير ما اشرحه الاول؟ لان في ناس كتير كانت قالت لي، بعتالي حاجات، يعني بعتالي كوبي بيست من الحاجات بتاعت مثلا الاي ار او الشوب دروينج او حاجه زي كده. احنا ليه اخترنا الكورسبوندنس بالذات وما شرحناهوش المحاضره اللي فاتت وقلنا ان احنا هناخده اساينمنت؟ حد عارف؟ حد عنده فكره؟ طيب محدش عنده فكره. طيب احنا عملنا كده اولا لاكتر من سبب، لان عليه مشاكل دايما بين المقاول والمالك. لا، احنا بنتكلم عن كنتوا على السكيلز بتاعتكم، على مهاراتكم انتوا الشخصيه. اولا عشان نعمل ايفالويشن لحضراتكم، فهمتوا، قدرتوا تستوعبوا ايه من اللي انا قلته، ايه دخل مظبوط وايه فهمتوه كويس جدا وقدرتوا ان انتوا تطبقوه، وايه ما ايه حضراتكم ما قدرتوش ان انتوا، او انا قصرت، او انا ما عرفتش اوصل لكم المعلومه مظبوط. تمام، دي حاجه. حاجه ثانيه، علشان لو حضرتك مش عارف تعمل حاجه زي دي، هتلجأ ان انت تعمل سيرش عن المعلومه. فكون ان انت تعمل سيرش عن المعلومه انت مش عارفها، حضرتك كده عمرك في حياتك ما هتنساها.
هتلاقي ان قدامك بيظهر قدامك معلومات تانية جديدة. انا طبعا مش هقدر ان انا اوفي اقول كل التفاصيل اللي ممكن ان انا احطها في دماغي ان انا اقولها، ممكن اكون هنسى حاجة، مش مرتبة الحاجة، ممكن تكون في تفاصيل مش بعرف ان انا يعني ما بعرفش اشرحها، او في حاجات كده بتبقى هي اوريدي خلاص معروفة عملي فما بعرفش اشرحها نظري. فبالسيرش بان حضرتك هتبحث عن المعلومة دي على الانترنت، او على فورمولا بتتعمل ازاي، او على ايكويشنز بتتعمل ازاي على الانترنت، هيخلي حضرتك تستعملها اولا، ثانيا هيخلي حضرتك عمرك ما هتنساها. عشان كده احنا دايما بندي الاساينمنت في حاجه احنا ما شرحناهاش، حاجه لسه جديده عليك، علشان تفضل ثابته، عشان لما حضرتك تجرب ان انت تعملها وتلاقي ان في حاجه ما كانتش معموله صح، في حاجه ما اتعملتش كويس، لا في حاجه كانت معموله احسن من كده، ساعتها عمرك ما هتنسى المعلومه دي. تمام. احنا كان عندنا في الاساينمنت، كان احنا طبعا كل مره قلنا ان احنا هنختار 5 من المشاركين معانا هيكون هم ادائهم احسن اداء في المجموعه. طبعا كان اداء المجموعه المره دي مشرف جدا، كانت ما شاء الله كل اللوجز اللي جات لي كانت كلها كويسه، كان فيها حاجات كتير جدا متميزه، بس طبعا احنا كان الاتفاق ان احنا نختار 5 بس. فاحنا اخترنا من الخمسه اللي موجودين معانا اللي كانوا هم باعتين في الاساينمنت بتاعتهم في مواعيدها، يعني دول اول 5 بداوا معانا الاساينمنت. تمام. اول حاجه استاذ محمد مكي، 2 استاذ محمد حامد، 3 محمد جمعه، 4 استاذ مصطفى عبد الناصر، 5 استاذ شاذلي احمد. تمام. دي كانت اكتر ناس بعت الاساينمنت بتاعتها مميز جدا، كانت بعتها في الوقت، ودول يمكن اكتر اول 5 بعتوا الاساينمنت بتاعتهم. طيب نيجي بقى نبص احنا الاساينمنت ده عملناه ازاي. طيب اول حاجه احنا بنتكلم فيها هنا زي ما اتفقنا ان اول حاجه الريفرنس ديت، الريسيفد ديت سوري، ده اول حاجه الريسيفد ديت، تاني حاجه الريفرنس نمبر، بعدين لازم نحدد الكورسبوندنس دي من مين لمين، طبعا دي حاجه مهمه جدا عشان ما نضطرش ان احنا نفصل الكورسبوندنس عن بعضها ونخلي ان عندي انكومنج لوحده والاوت جوينج لوحده. فدي حاجه بتخليني لو انا مثلا لو انا انا ش... انا انا شخص او انا شركه الكونسلتنت اللي هتبعت ده، فبختار ان ده انا اللي بعتاه لاي حد انا هبعته هو مين الشركه الثانيه، وبعد كده ده التايتل بتاع اللاتر بتاعي او الكورسبوندنس. في حاجه هنا زياده احنا مزودينها عن باقي اللوجات، ان انسر تو. تفتكروا ان انسر تو ده ايه لازمته؟ هنا بيتحط في ايه؟ رد على جواب ايه او حاجه معينه؟ بالظبط كده. يعني انا ممكن اكون انا الجواب ده اللي انا برد عليه ده ريليتد بجواب المقاول بعته لي، فانا باخد الريفرنس بتاع المقاول وبقول له ان الجواب اللي انا بعته ده ردا على الجواب اللي حضرتك بعته لي بريفرنس كذا بديت كذا. فده علشان لما اجي انا اعرف ان انا اقول انا رديت على ايه، لا مش الشخص المعني. ان انسر تو دي بمعنى ان هي دي الريفرنس الموجود في الجواب اللي انا ببعت اللي انا برد عليه. انا المقاول بعت لي جواب اكس، فانا برد على الجواب ده وبقول بديله ردي على الجواب ده، فلازم اقول ان ده ان ريفرنس تو ليتر كذا انا برد على الجواب ده، عشان يبقى هو عارف انا برد على انهي سبجكت عشان اقدر ان انا اعمل تراك للسبجكتس بتاعتنا. وده كمان سبب ان انا اخلي كل الليترز بتاعتي في لوج واحد، ما افصلهاش تحت في التابس كده زي ما انا فاصله الار اف اي والماتيريال والام اي ار والكلام ده كله. ده الريفرنس اللي انا بتبعه في ان انا في ردي على الجواب بتاع المقاول ده، او ممكن برضو المقاول بيديني برضو الريفرنس بتاعه وهو بيرد عليا، الريفرنس الجواب بتاعي انا وهو بيرد عليا. تمام. فان انسر تو ده ريفرنس بتاع الجواب. تمام. طيب اكشن ريكوايرد يس، طبعا هنا احنا عملنا قائمه منسدله برضو او دروب ليست هنا، بحيث ان ممكن من اللترز اللي انا ببعتها انا مش مستنيه رد من الشخص اللي هتوصل له، او ممكن في جواب جاي لي انا مفيش اكشن ان انا هعمله، ده جواب فور انفورميشن. فانا هنا لما اقول له اكشن ريكوايرد نو، يبقى انا هنا مش مستنيه ان هو يديني رد عليه، فهاجي كده ابص في الاخر هنا الاقيه هو هنا كتب لي كلوز. تمام. ان خلاص الجواب ده مقفول لان هو مش مستني يرد عليا. طيب فرضنا ان ان الجواب ده هو يس، انا فعلا محتاجه ارد عليه. طيب action required from ده قلنا ده distribution الداخلي بتاعي او distribution الخارجي بتاع اي جهة تانية انا مستنية منها الرد. تمام. يعني انا هنا ممكن اكتب اسامي المهندسين اللي شغالين معايا انا في الشركة لو هو الجواب جاي لي من بره، واكتب ان هو ده الاكشن ده مطلوب من المهندس الفلاني او من الديبارتمنت مثلا الفلاني.
وبعدين احدد هنا ان هو ديستريبيوتد فيا ايه، الطريقه اللي انا عملت اللي انا بعت بيها، هل انا مثلا بعت اللاتر ده بايميل للشخص ده عشان يبقى عارفه، ولا ان انا سلمته له بترانسميتر مثلا، او ان انا سلمته له بايه. فهنا دي الطريقه المعينه اللي انا بعت له بيها الجواب، ان الجواب ده وصل له عن طريق ايه. هنا بقى الديت ده يبقى ديت استلام الشخص المعني ده بالجواب ده، لان احنا بالنسبه لنا الجوابات من اكتر الحاجات الكريتيكال جدا في المشاريع، بالذات الفاست تراك اللي بتبقى فيها مشكله اليوم او اليومين دي بتفرق معاهم. فانا لو انا استلمت جواب وقعد عندي اسبوع وبعدين عملت له ديستريبيوشن بعديها باسبوع، انا كده فقدت 7 ايام في البيريود اللي انا المفروض مستنيه ان انا ارد عليها في الجواب ده. تمام، فانا هنا كده بكتب هنا الديستريبيوشن فيا طريقه التوزيع اللي انا استعملتها فيه، وان هو وصل له في تاريخ كام، وبعدين المفروض ان هو يتبعت يترد عليه في تاريخ كام. طبعا احنا دي قلنا المعادله دي ان احنا بنشوف ان الديت المتعاقد عليه او المتعرف عليه بياخد عندي فتره قد ايه، 7 ايام، 14 يوم، 21، وات ايفر العقد مكتوب فيه ان انت المفروض ترد على الحاجه بعد قد ايه. وبعد كده هنا درافتد فيا، لو الشخص ده عمل درافت لللتر ده، فهنقول ان هو مثلا بعته عن طريق مثلا عن طريق ايميل، هنكتب هنا ان ده عن طريق الايميل، وان هنا ده، واكتب هنا الديت بتاع الايميل، او ان هو مثلا عن طريق ترانسميتر، او ان هو بعته لاي حد. فبكتب هنا برضو نفس برضو الطريقه اللي احنا كتبنا بيها الديستريبيوتد، هنا انا بكتب انا استلمته ازاي والدرافت جالي في تاريخ كام. تمام، نيجي بقى هنا على الستيتس. الستيتس هنا احنا عملنا فيها ايكويشن غير الايكويشن بتاعت السبميتلز الثانيه اللي احنا اتعملنا فيها، لان انا عندي هنا تو فاكتورز للايكويشن دي. اولا انا عاوز اقول ان الايكويشن دي لما يتكتب قدامها، لما يطلع لي هنا ديت، لما اكتب هنا ديت يكتب لي ان هي كلوز، ده واحد. اتنين، وعاوزه برضو ان انا لما اكتب ان الاكشن ريكوايرد هنا نو، برضو هنا يكتب لي كلوز. فهنا لقينا ان في معادله بسيطه جدا بتاعت اف اور هي اللي ممكن تحل لنا المشكله دي، ان هي بتقول اذا كان الخانه دي موجود ان فيها الاكشن ريكوايرد نو يبقى تكتب كلوز، واذا كانت الخانه دي كانت برضو فيها داتا برضو تكتب كلوز. فهي دي الايكويشن اف اور، لو الريكوايرد ديت اكبر من الصفر، او ان الاكشن ريكوايرد نو، في الحالتين دول يكتبوا ان هي تكتب لنا في الخانه دي ان هي كلوز، او لو هي لو دي مش موجوده او دي مش موجوده يكتب لنا هنا التايم اللي احنا بقى. يعني احنا مثلا لو شلنا دي كده وكتبنا الاكشن ريكوايرد نو او اكشن ريكوايرد يس، هتكتب لي هنا ان المفروض دي قدامها 12 يوم عشان يترد عليه. هو لسه كاتب لي الرقم ده بالاسود، مما يعني ان انا لسه في فتره السماحيه اللي انا ممكن ارد عليها على اللتر ده، يعني لسه عندي وقت ان انا ارد عليه. طيب لو انا مثلا عندي الوقت ده خلاص عدى، المفروض ان انا ده هرد عليه 7/7. طب انا لو كتبت ان ده مثلا جاي لي من 1/6، 1/6، هلاقيه هنا كتب لي 3، ان هو الوقت بتاعه عدى عليه كمان 3 ايام. انا كده كل مره هاجي افتح فيها الشيت هبقى متاكده وعارفه ان انا اول ما ابص للستيتس دي هعرف الستيتس بتاعت اللاترز بتاعتي واصله لفين، هل انا مخلصاهم كلهم، هل كلهم مقفولين، هل انا عندي حاجه مفتوحه، هل انا عندي حاجه عدت الوقت بتاعها، او عندي حاجه قربت تعدي الوقت بتاعها. فده كده الستيتس هنا هي اللي تعمل لي تراك على الدوكيومنتس. عشان كده انا كنت حريصه جدا ان انا وانا كاتبه لكم الاساينمنت ان احنا نقول ان احنا محتاجين ان انت تشوف طريقه تعمل بيها تراكنج للدوكيومنتس. الناس اللي ما كانتش عامله اي ايكويشنز في الاساينمنت هي بالنسبه لها كده مش قادره تعمل تراك، لان انت كل مره هتفتح فيها هتقعد تحسب التايم ده انا استلمته امتى والمفروض ان هو يترد عليه. تمام، نيجي بعد كده الريبلاي ديت، الديت اللي انا المفروض رديت عليه فيه، وبعدين الدوكيمنت تايب، واخر حاجه اللوكيشن. طيب في حاجه ناقصه هنا، حد عنده فكره؟ received a duration. لا، ما انا مش هحتاج الديوريشن في حاجه. بالظبط، الريمايندرز، لو انا محتاج ان انا اعمل ريمايندر على جواب لازم يبقى في هنا خانه تعرفني ان في ريمايندر.
لازم في هنا حاجة تقولي إن أنا بقدر إن أنا أعمل ريمايندر. عندنا برضو دور كده من ضمن الحاجات اللي جديدة علينا في اللوجز القديم. تمام، محتاجة هنا إن أنا أقول إن في ريمايندر مثلا اتعمل، يعني محتاجة إن أنا هنا يبقى في عندي خانة تقول إن أنا عملت ريمايندر مرة أو عملت ريمايندر مرتين أو إيه الديت بتاع الريمايندر، عشان أبقى عارف إن أنا عملت تراك للإيشو دي ولا لأ. تمام، إحنا كده خلصنا الأسايمنت. في كده أي سؤال فيه؟ بالظبط، إحنا ممكن نعمل ريماركس ونعملها ألف ريماركس. في أي حاجة مش واضحة كده في الجزئية دي؟ طيب تمام، خلينا بقى نبتدي المحاضرة بتاعت النهاردة. في حد بيقول ممكن المرسلات ما تبقاش جواب، صح؟ اه طبعا، ممكن المرسلات تبقى ايميلز، ممكن تبقى فاكسز، ممكن تبقى يعني اي وسيلة اتصال ما بينك وما بين اي شركة تانية، بس هي غالبا الايميلز انا بحس ان هي الايميلز هي اصلا اوريدي معمول لها تراكينج في الميل بوكس بتاعك، يعني مش لازم ان انت تنقلها لشيت اكسل عشان تعمل لها تراك، تقدر تعمل لها تراك وهي في مكانها، لان انت كمان السيرش عندك هيبقى سهل ان انت تعرف توصل للايميل او توصل للاتاتشمنت بتاعها، فما بتبقاش محتاجه ان انت تعمل معادله مثلا او انت تزود شغل عليك، هي بس اللاترز عشان تبقى هارد كوبي هي احنا بتبقى محتاج ان انت تعمل لها تراك. ممكن يبقى ايميل او حاجه تانية. اه، وفي فعلا كورسبوندنس، في عقود بتعترفش بالكورسبوندنس الا عن طريق اللاترز بس، تقول ان الوسيله الوحيده للاتصال في الشركه او في الكوميونيكيشن في الشركه هي بس الجوابات، هي المراسلات الورقيه. ما احنا الديدلاينز احنا عاملينه في الخانه بتاعه الستاتس، ان هي بتعد ديدلاين وفي الاخر لما بتخلص الايشو بيكتب ان هي كلوز. عاده بيبقى سؤال العنوان بيبقى نفس رد الخطاب بالظبط، دايما بيبقى نفس العنوان، انت بترد على نفس الايشو يعني. تمام، يلا نبتدي. احنا لسه النهارده المحاضره السابعه، النهارده هناخد الديستريبيوشن. احنا ايه معلوماتنا عن الديستريبيوشن؟ يعني بالنسبة لنا الديستريبيوشن بيعتبر ازاي او ايه هو تعريفه؟ حد عنده فكرة؟ توزيع. تمام، ديسبل. لا مش ديسبل. توزيع المستندات الى الجهة المختصة. تمام، عبارة عن وثائق هتتوزع على مين؟ توزيع الملفات للمكان المناسب والشخص المفروض يرد على الحاجة. تمام، توزيع الصحيح لكل الورقيات على الجهات. بالظبط كده. تمام، سواء عن طريق الميل أو أي وسيلة تانية، بيكون لمراقب الوثائق حسب تعليمات الإدارة. توزيع على السيستم. توزيع، لا هي مش التوزيع على السيستم، هي بتبقى التوزيع للأشخاص المهتمة بالموضوع أو الأشخاص المعنية بالموضوع، الجهات المعنية بالظبط. توزيع آخر نسخة من الملف المعتمد للمهندس عن التنفيذ أو من يهمه الأمر على مدير المشروع. على مدير المشروع، ما هو مش شرط على مدير المشروع، ممكن على أي حد في المشروع، ممكن على أي طرف من أطراف المشروع المسؤول عنها. بالظبط كده. طيب، تعريف الديستريبيوشن بيقول هو نظام بينظم ويدير ويوزع الوثائق المهمة على جميع الأطراف المعنية. ما ينفعش ده، يعني ده هنا حاجة، ده تعريف مختصر جدا وشامل جدا، ما ينفعش إن احنا نغفل أي كلمة فيه. أول حاجة هو بينظم إن احنا إزاي نوزع الحاجة دي، إيه الطريقة اللي احنا هنوزعها بيها، وبعدين بيدير، بيحاول إن هو يحط كنترول على البروسيس دي من أولها لآخرها علشان يديرها بشكل صحيح، وبيوزع الوثائق المهمة على جميع الأطراف، على جميع الأطراف بس، يعني أنا كل حاجة بتجيني بديها لكل الستاف بتاع المشروع بتاعي، لأ الأطراف المعنية. وأهم حاجة إن المعلومة اللي حضرتك بتبقى بتوزعها أو الدوكيومنتس اللي أنت بتوزعها يبقى الشخص اللي هيستلمها يبقى معني بيها، يبقى مهتم بيها، ما
ما ينفعش حد يبقى هو انت بتوزع حاجة خاصة بالميكانيكا والناس اللي عندك وانت رايح توزعها لواحد مثلا في السيفل مثلا، هي معلومة بالنسبة له مش هتبقى مفيدة، فساعتها هو هيبقى واخد الحاجة من غير اهتمام ومش عارف هو هيعمل بيها ايه، هيقول لك طب انا ايه الفيدباك بتاعي بتاع الحاجة دي. تمام، فمهم جدا ان احنا لما نوزع الحاجة تكون رايحة للشخص المعني للحاجة دي. طيب ان احنا من هنا بنقول كمان ان في حياة اي مشروع بيتم اجراء العديد من المراجعات والتحديثات. انا عندي طول ما انا موجوده في المشروع بتاع اي مشروع كونستراكشن بيبقى عندي دايما تحديثات على الدوكيومنتس موجوده عندي، ريفيجنز بتطلع. مهم جدا ان انا يبقى عندي مصفوفه او ان انا يبقى عندي سجل بكل الـ الاشخاص اللي استلموا النسخ من الدوكيومنتس اللي عندي دي، علشان لما يحصل عليها ابديت ارجع تاني اديلهم النسخ دي تاني، ارجع اديلهم الابديت تاني من اول وجديد. لان ساعات بيلاقوا ان في مشاريع بتحصل عندهم مشاكل كبيره جدا، ان في مهندس من ديبارتمنت معينه ما خدش الابديت بتاع دروينج معينه، او ما خدش الابديت بتاع كالكوليشنز من قسم تاني او حاجه زي كده. فدي بتبقى مشكله دايما بتواجههم، ان هم مش قادرين ان هم يوزعوا الدوكيومنتس بتاعه الريفيجنز صحيحه زي ما وزعوا الدوكيومنتس الاصليه. تمام، فانا لما بيبقى عندي تحديثات للدوكيومنتس مهم جدا ان انا اعرف مين اخذ الدوكيومنت الاصليه الاولانيه اللي هي ريف زيرو، عشان اقدر لما يطلع لي ريف واحد او اتنين ان انا اقدر اوزعها على نفس الاشخاص دي. فعندي كمان ان انا اقدر ان انا اخزنها بطريقه صحيحه، وان انا اقدر اوصل لمين استلم المعلومه دي. احنا دايما بيبقى عندنا مشكله، احنا كدوكيومنت كنترول لازم يبقى عندنا اثبات ان الشخص ده استلم. ليه؟ اولا علشان ما يبقاش في ديبيت ما بينك وما بين الشخص ده ان هو استلم امتى. طب ما انا ممكن اقول ان انا استلمت، وممكن شخص يكون بينسى يقول لك انا ما استلمتش، ما شفتش منك حاجه خالص، انا ما استلمتش الحاجه دي. ممكن يقول لك لا انا استلمتها من امبارح بس، وهي مثلا تكون عنده من اسبوع. فايه الريفرنس اللي ما بينك وما بينه ان انت تخليه يمضي على حاجه ان هو استلم الحاجه دي في الوقت الفلاني، عشان يوم ما يجي يقول لك لا انا ما استلمتش يبقى عندك انت اثبات كدوكيمنت كنترول ان هو استلم الحاجه دي في الوقت الفلاني بالكيفيه الفلانيه. تمام، اولا اول حاجه احنا بنعملها الايميلز. الايميلز طريقه حلوه جدا بروفيشنال جدا، وتبقى معرفه كل الاطراف ومتفقين كل الاطراف ان انت كده خلاص ان الحاجه دي اتسلمت في الوقت الفلاني بالكيفيه الفلانيه. طيب في حاجات انا مش بسلمها بالايميل، بسلمها بهارد كوبي مثلا، حاجه زي اللاترز مثلا او كورسبوندنس. انا جالي كورسبوندنس ومش هبعت كل حاجه، هارد كوبي بتجيلي مثلا بالايميل، فمضطر ان انا اعمل ترانسميتال ديستريبيوشن ترانسميتر عشان يبتدي يمضي كل واحد يستلم منه، يمضي قدام السبميتر بتاعه ان هو استلمه، او قدام اللاتر بتاعه ان هو استلمه ديتت كذا، عشان بعد كده ما يحصلش المشكله اللي بتحصل عليه. طيب من ضمن الحاجات اللي بتحاول ان هي تحل لنا المشكله بتاعه الديستريبيوشن دي ومن ضمن الديبيتس بتاعه الديستريبيوشن، حاجه اسمها دوكيمنت ديستريبيوشن ماتريكس. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ ايه هو الدوكيمنت ديستريبيوشن ماتريكس؟ List of all project documents. لا، جدول توزيع المستندات حسب تصنيفها. بالظبط كده يا أستاذ محمد. And how many cables should be distributed. بالظبط كده، تمام. Whom will be distributed actioned information. قائمة بالأشخاص المعنيين بنوع كل وثيقة. قائمة توزيع المستندات على التيم حسب الأقسام. بالظبط كده. Distribution Matrix هي عبارة عن مصفوفة منظمة ممنهجة للوثيقة والرسومات التي سيتم توزيعها على الأشخاص أو المنظمات ذات الصلة للحصول على معلوماتهم ومراجعتها والموافقة عليها وتسجيلها واستخدامها في إجراءات أخرى. تمام؟ ده التعريف بتاع Document Distribution. طيب Document Distribution دي بيبقى فيها إيه؟ عبارة عن ايه؟ تريد تايب، تمام. ديبارتمنت، بالظبط كده. بس هي مش ديبارتمنت، هي بوزيشنز. اسم الوثيقة، اسم السكشن.
احنا عندنا وثيقة فيها جدول وفيها كل الملفات المرسلة، تمام، كل مسؤول وطريقة استلامه للوثيقة ايميل او هارد كوبي. المصفوفة لوزية المستندات بيبقى فيها جزئين، هي بيبقى فيها قوائم بالمناصب او المنظمات بتاعت المشروع الرئيسية، والقائمة التانية عليها انواع المستندات اللي هيتم توزيعها، تمام. ساعات ممكن تكتب عدد النسخ، اوكي، بس احنا في المصفوفة دي احنا بيبقى عندنا عندنا اكس واي، فانت هنا في النص هتكتب ان هو مثلا ان الديبارتمنت مثلا بتاع الاركتكتشر استلم شوب دروينج، اي ديبارتمنت مثلا اي شغل بتاع الاركتكتشر هيتوزع له مثلا شوب دروينج، مهندس الفلاني هيبقى مسؤول مثلا عن البي اوز، مهندس الفلاني الديبارتمنت الفلانيه هتبقى مسؤوله عن السي في ان، الديبارتمنت المعينه هتبقى مسؤوله عن كذا، فانت بتحدد لا اما بوزيشنز شغاله معاك او ديبارتمنت معينه هو انت، وبعد كده هو بينقسم الشغل بتاعه في الاداره بتاعته زي ما هو عايز. طيب دوكيمنت بروسيجر اوف دوكيمنت ديستريبيوشن، ده اول حاجه الاجراء بتاع الدوكيمنت ديستريبيوشن هنشوفه بقى احنا بنتكلم عليه ازاي. اول حاجه مصفوفه التوزيع دي احنا زي ما اتكلمنا عليها قلنا ان هي بيبقى عندنا تو كاتيجوري من الداتا اللي بتبقى موجود فيها، اول حاجه انواع الدوكيمنتس الموجوده، وتاني حاجه المديرين الاقسام او المخاطبين اللي احنا بنخاطبهم، لإما جوه الشركه او بره الشركه، تمام. بعد كده بنيجي بقى بنشوف مين المسؤول. دوكيمنت كنترول مانجر ريسبونسبيلتي، بيجب على مدير مراقبة الوثائق إن هو يوزع المسودة الأولى من الـ Document Distribution Matrix. ليه؟ لأنه هو الوحيد اللي قادر يحدد الـ Documents ماشية إزاي من خلال خبرته يعني، تمام؟ فبتتوزع المصفوفة دي الأول على جميع الموظفين الرئيسيين، يعني كل الـ Head Department الموجودين شغالين معاه في البروجكت أو في الـ Organization اللي عنده، عشان يبتدوا إن هم يدوا الـ Comments بتاعتهم. هل هم هيوزعوا الدوكيمنت دي internally، يعني هل انا كل ما يخص الميكانيكال هبعته للسكشن هيد بتاع الميكانيكال وهو هيوزعها internally عنده في القسم، ولا هل انا محتاجه ان انا، هل هو موزع شغله ومعرف كل مهندس عنده التاسك بتاعته ايه وانا هوزع internally عنده، يعني اي حاجه مثلا خاصه بالشوب دروينج مثلا، حد زي الميكانيكال مثلا عندهم بلامبنج وعندهم فاير فايتنج وعندهم بايبنج كلام من كده، طيب هل انا لما هروح هتيجي حاجه خاصه بالبلومينج اروح اديها للمهندس عنده ولا هديها للسكشن هيد؟ هي دي الكومنتس اللي دايما بيبقى الدوكيمنت كنترول مانجر مستنيها من الديبارتمنت عشان يبتدي يخلي الدرافت بتاع الديستريبيوشن ماتريكس دي تبقى خلاص ورقه معتمده ويبتدي يشتغل عليها. تاني حاجه الدوكيمنت كنترول ريسبونسبيلتي، بعد ما يحصل على التعليقات بتاعت الديبارتمنت التانية اللي شغالة معاه، الهيد سكشنز اللي شغالين معاه، بياخد الدوكيمنت كنترول النسخة النهائية اللي خلاص كلهم اتفقوا عليها، يبتدي يحطها عنده ويتبع كل الإجراءات بتاعته أسبير المصفوفة اللي هو بيشتغل بيها دي، تمام، أو المصفوفة اللي هي اتوافق عليها دي خلاص. وبعد كده هي خلاص كده دي بقت معتمدة، مش هيحصل عليها أي تغييرات؟ لا طبعا بيحصل عليها تغييرات. اي اضافه او حذف لاي اسم او اي دوكيومنتس موجوده في الديبارتمنت في المصفوفه دي او في الوثيقه دي لازم ان هو بيتم دمجها او بيتم اضافتها من خلال الدوكيومنت كنترول، تمام. طيب اي تعديل تاني بيجي يحصل على الوثيقه دي برضو بتحصل من خلال الدوكيومنت كنترول، بس لازم يحتفظ بالتاريخ وبالريفيجن بتاع الوثيقه دي. تفتكروا ليه هو لازم يحتفظ الدوكيمنت كنترول لازم يحتفظ التاريخ والريفيجن بتاع الوثيقه دي؟ ليه الدوكيمنت كنترول محتاج ان هو يحتفظ بالتاريخ والريفيجن بتاع الدوكيمنت ديستريبيوشن ماتريكس؟ تو تراك، تراك ايه؟ ريجستر تو ابديت، عشان يتاكد ان ده اخر تعديل بالظبط كده، وعلشان يبقى هو معرف بقيه الديبارتمنت الثانيه ان المعمول بيها الريجستر المعمول بيه هو اخر ريجستر اللي هو ديتت كذا، تمام، يبقى عنده كنترول على التشينج بتاعه
يبقى هو معروف هي انهي فاينل ريفيجن اللي هو شغال عليه، عشان هما لما يجوا يدوروا وراه ان فرضا مثلا ان حد مثلا ساب مكانه في زميله مثلا شال شغله لفتره مثلا 10 ايام اسبوع، هو مسافر في فتره معينه، فبالتالي هو هيغير شويه في الماتريكس دي بس هيرجع يعدل تاني لما زميله خلاص يرجع ياخد مكانه. ففي الفتره البينيه دي هيضطر ان هو يعدل مرتين في الفتره، قبل مره قبل الاجازه بتاعته ومره بعد الاجازه بتاعته عشان يرجع الماتريكس تاني زي ما كانت. فلازم يبقى متاكد، ولازم الناس اللي حواليه تبقى متاكده ان الدوكيومنتس اللي هو بيتعامل عليها دي هي اخر ريفيجن. طيب كنترول اوف ريفيجن ده اللي احنا بنتكلم فيه، اذا تمت مراجعه المصفوفه وتم حذف عناوين فيجب على مدير مراقبه المستندات ان هو يوجه المرسل اليه او المدير باتلاف او سحب الوثيقه القديمه اللي عنده. يعني انا مثلا دلوقتي رحت مثلا اتعاملت مع جبت شوب دروينج مثلا ريفيجن زيرو، تمام، او بوليسي مثلا انا وزعتها على الشركه، وبعدين حصل ابديت على البوليسي دي تاني، هروح عندي ابص في الدوكيمنت ديستريبيوشن ماتريكس بتاعتي واعرف كل الناس اللي استلمت الريفيجن نمبر زيرو ده، وابتدي ان انا اسحب من عندهم الوثائق اللي هي خلاص اللي المفروض هي سوبر سيدد ومش هيتم العمل بيها دلوقتي، ابتدي ادي لهم الريفيجن بتاعي الجديد. طب فرضا انا في وثيقه عندهم نسيتها ما اتسحبتش، انا خلاص عندي اثبات ان انا المفروض ان هو كل اللي عنده المفروض خلاص اتسحب، كل اللي عنده خلاص غير معمول بيه. الحاجه الوحيده الكنترول كوبي هي الوحيده اللي انا مسلمها له دلوقتي وما عندوش اي نسخه تانيه قديمه. طيب هنا revised copies كمان لازم ان احنا نرقم كل النسخ الخاضعة للرقابة وتحديد الرقم المخصص لكل مرسل. انا مثلا لو انا بدي مثلا document واحدة زي letter مثلا بديها لخمس اشخاص، لازم كل document زي ما انا بختم عليها الكنترول كوبي ان انا بديلها الختم بتاع الكنترول كوبي اللي انا بقول عليه ان النسخة دي هي النسخة المعتمدة او هي النسخة الوحيدة اللي الدوكيمنت كنترول مطلعها من عنده، يعني مفيش اي حد من الديبارتمنت دي يقدر ان هو يطلع ورقة مش مختومة بالختم بتاع الكنترول كوبي ده ويتعامل بيه. مهم جدا ان انا ادي لكل واحد انا وزعت عليه الدوكيمنتس دي ارقم الدوكيمنت اللي هو مديها له، ابقى انا عارفة ده ديستريبيوشن نمبر 1 ده اول واحد خد الوثيقة، بعد كده الوثيقة دي راحت لديبارتمنت 2 فدي كده تاني واحد خدها، تمام؟ فابقى انا عارفه ان الوثيقه دي راحت لخمسه ديبارتمنت مثلا، الخمسه دول انا عارفاهم، ولما تحصل مشكله في الرقم في 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 نوع في ديبارتمنت مثلا ابقى انا عارف ان الوثيقه بتاعته دي كان رقمها كذا، لان وارد ان الديبارتمنت تاخد دوكيمنتس مثلا من ديبارتمنت ثانيه، فانا هبقى انا عندي ريكورد بيقول ان الريفايزد كوبيز دي معروفه ان مين اخد كل كوبي بتاعته. طيب كنترول اوف كوبي ده اللي برضو كنا بنتكلم عنها دلوقتي، بنقول ان هو ان احنا بنكنترول الطباعه، يعني عشان ان انا اقدر ان انا اتحكم في المستندات لازم اللي يجي يبعت لي ويقول لي لازم يتم الطباعه او التصوير من خلال الدوكيمنت كنترول، من خلال الديبارتمنت بتاع الدوكيمنت كنترول، بالذات في الدوكيمنت كونفيدنشال، تمام؟ ما ينفعش ان هو يصورها من عنده او ان هو يطبعها من عنده. فلازم يحصل الطلب بتاع النسخ الزياده دي او الكوبيز دي لازم تحصل عن طريقه دوكيومنتد، لازم الديبارتمنت وهي بتطلب نسخ زياده من الديستريبيوشن ده او من الكوبيز اللي اتوزعت عليهم لازم يطلبها بطريقه رسميه. واحاول على قد ما اقدر ان انا ألمت جدا الموضوع ده علشان المشاكل اللي بتحصل منه، فبيحصل مشاكل كتير بالنسبه للنسخ دي او بالنسبه للحاجات الزياده. مهم كمان ان اي نسخه ان احنا بننوه لكل الديبارتمنت اللي شغاله معانا ان ما يتمش التداول الدوكيومنتس اللي معاهم، تكون الدوكيومنتس اللي عندهم تكون ان كنترولد، لازم كلها تكون كنترول ومختومه بالختم بتاع الدوكيومنت كنترول علشان ما تحصلش مشكله، ما يحصلش اصدار تاني للدوكيومنتس وهو احنا مش عارفين. Type of primary distribution. دلوقتي احنا زي ما احنا قلنا كده عندنا نوعين للديستريبيوشن، عندي نوع ان انا كدوكيمنت كنترول بديستريبيوت الدوكيمنتس دي لكل الاشخاص اللي شغالين في الديبارتمنت، او ان انا ممكن يحصل داخليا ديستريبيوشن بعيدا عني، انا بدي للسكشن هيد والسكشن هيد بيوزع على الناس الداخليه اللي عنده في الديبارتمنت.
فبيتم التحكم من كل رئيس قسم في المستندات دي، وبتكون الإدارة مسؤولة إن هي تخضع للمراقبة، وإن هي بتبقى مسؤولة عن توزيع الدوكيمنتس داخليا. أنا خلاص أنا بدي للسكشن هيد وماليش دعوة، فدي لازم الإدارة دي لازم تخضع للمراقبة لضمان توزيع المستندات الخاضعة للمراقبة فقط بالموظفين. مش معنى إن الديبارتمنت هي اللي هتتعامل في توزيع الدوكيمنتس داخليا عندها، معنى كده إن أنا ما راقبش الدوكيمنتس اللي هي بتتوزع، ما ياخدش دوكيمنتس مش كنترول ويتعامل بيها هناك في الديبارتمنت بتاعه. هو ممكن يطلب عدد كوبيز معين وانا اديهوله وهو يتوزعه هو بس عارفه ان انا كدوكيمنت كنترول طبعا له مثلا خمسه كوبيز وهو اللي شغال فيه. تمام. في حاجه كمان اللي هو يجب اصدار كل المستندات بموجب اقرار بالاستلام، اللي هو الترانسميتال اللي احنا بنقول يمضي عليه ويكتب التاريخ بتاعه علشان يبقى سهل داخليا ما بيني وما بين كل الناس الديبيت اللي بيحصل في الديستريبيوشن ده. وقلنا كمان ان كل الطلبات بتاعه النسخ الاضافيه بتاعه السكشن هيدز لازم تبقى برضو اندر كنترول علشان نبقى عارفين مين طلب نسخ، مين طلب نسخ تانية، وليه النسخ التانية دي يعني ليه الكابز دي، ليه احنا بنطلب اديشنال كابز، نعرف الكابز دي رايحه فين. ولازم برضو ان احنا نحاول ان الطلبات دي تكون على قد ما نقدر تكون طلبات في ظروف استثنائية، عشان احنا بيبقى صعب جدا ان احنا نتتبع ان احنا نحتفظ بالنسخ المحدثة لحد اخر وقت. طيب ازاي احنا بنعمل بقى الديستريبيوشن ماتريكس؟ حد عنده فكرة ايه السوفت وير اللي احنا نقدر نعمل عليه الديستريبيوشن ماتريكس؟ اكسل. تمام. اكسل بس. باوربوينت بالظبط كده، والوورد والاكسس. نقدر نعمل الديستريبيوشن ماتريكس في على اي سوفت وير، يعني على اي حاجه احنا بنقدر نتعامل بيها. طيب اول حاجه احنا هنا بنعمل الديستريبيوشن ماتريكس بنعمله ازاي؟ اول حاجه بنحط نعمل ليست بكل الديبارتمنت، كل الدوكيمنتس الموجوده عندي في الشركه في المنظمه اللي انا ممكن استعملها. ممكن اقول مثلا دوكيمنتس ليجال دوكيمنتس مثلا، ليترز، ماتيريال سبميتال، شوب دروينج، ريكويست فور انفورميشن، كلام من كده. فاول حاجه احدد واعمل ليست بكل الدوكيمنت اللي هتبقى متداوله عندي في الاورجانيزيشن. تاني حاجه بعمل ليست بكل افراد الاورجانيزيشن بتوعي داخليا وخارجيا. يعني انا ممكن اعمل ديستريبيوشن ماتريكس بتاعتي دي اعملها داخليا بحيث ان انا هوزع اي دوكيمنت موجوده عندي هتجيلي من بره جوه الشركه. طب انا لو انا مثلا شغال استشاري ومعايا استشاريين تانيين في المشروع، انا كده هاخد من عندي اي حاجه انا هبقى محتاجه منهم، اي داتا محتاجاها منهم هبقى برضو اعمل لهم ديستريبيوت للداتا دي. لازم اعمل عليهم كنترول برضو علشان هم اتاكد ان هم بيبعتوا لي الداتا اللي انا محتاجاها دي في وقتها، او ان هم حاجه مش بتقع منهم بقدر ان انا اعمل لهم ريمايندرز، بقدر ان انا اعمل لهم تراك للايشوز بتاعتهم دي واعمل كنترول عليهم. فبرضو لازم احدد كل الممبرز في الاورجانيزيشن اذا كانوا داخليا او خارجيا. طيب ايه كمان؟ Ensure your list are completed. ده بقى الجزء بتاع الريفيو، ان بعد ما الدوكيمنت كنترول مانجر يعمل التاسك دي لازم يتاكد من كل الديبارتمنت اللي شغاله معاه ان هو ما ينسيش اي معلومه، ما ينساش اي نوع دوكيمنت، ما ينساش اي جهه ممكن يحطها هنا في الدوكيمنت. Note method of received and each person. طبعا زي ما قلنا هنا ان كل واحد وبقاله وسيله اتصال. لو انا بتعامل مع زميلي في الشركه ممكن اتعامل معاه بالايميل، ممكن اتعامل معاه بالترانسميتر. طب لو انا بتعامل مع حد بره الشركه ممكن اتعامل معاه باللترز مثلا، ممكن اتعامل معاه بالايميلز برضه، ممكن اتعامل معاه بالفاكس، على حسب كل واحد والمفروض ايه الطريقه اللي انا هتعامل معاه. فلازم احدد في الماتريكس ايه هي الطريقه اللي انا هتعامل بيها مع كل شخص. يا ترى هل ده هتعامل معاه بالميل ولا بالسبميتل
ولا بكفر، ولا ده في الهيد اوفيس مثلا هتعامل معاه بان انا في عندي كل شويه شحنه بتروح له، فانا ببعت معاه الحاجه دي هارد كوبي بتروح للهيد اوفيس، فكلام من كده. فاهم حاجه زي ما احنا قلنا الكوميونيكيشن في الايزو، ان لازم نحدد كل واحد بحتاج منه ايه، ببعت له ازاي، او بطلب منه الحاجه دي ازاي، والمفروض ان انا ابقى منتظر منه قد ايه، وقت قد ايه يخلصها فيه. بعدين هنا بيقول create hyperlink into your contact database. مهم جدا ان انا وانا بحط الداتا بتاعت الناس، ان انا بقول ان انا بتعامل معاهم ازاي، ان انا احط الكونتاكت بيرسون او احط طريقه الاتصال بيه. يعني لو مثلا انا بقول ان انا بتعامل مع استشاري بره الشركه او بره المشروع، فلازم احط اسم الشركه بتاعته، لازم احط الشخص اللي انا بتعامل معاه هو مين، لازم اكتب الايميل بتاعه لو موجود رقم تليفونه اكتبه، فلازم اكتب كل بياناته الخاصه بتاعته، بحيث ان انا لو انا مش موجود كدوكيمنت كنترول او الديستريبيوشن دي موجوده في مكان على السيرفر او شيرد مع الناس اللي حوالينا، فلازم هم لما يحاولوا ان هم يتصلوا بالجهه دي يعرفوا يوصلوا لها بسهوله، مش لازم يرجعوا للدوكيمنت كنترول عشان ياخدوا الكونتاكت بتاعته منه. فمهم جدا ان انا اعمل هايبر لينك بكل الكونتاكت دي على الداتابيز بتاعه الشركه او المشروع، علشان يبقى سهل عليه جدا ان هو يعرف يتصل بيه. دي كده سامبل للدوكيمنت ماتريكس. عاوزين هنا شوف السامبل اللي احنا نعملها. دي كده سامبل بسيطة جدا على الديستريبيوشن ماتريكس. هنا أول حاجة بنكتب كل أنواع الدوكيمنتس اللي هتجيلي، إذا كانت دروينج حددناها أركتكتشر إلكتريكال ميكانيكال سيفل، في عندي هنا إذا كانت دوكيمنتس، في عندي هنا ماتيريال سبميتد، IRs, letters, minutes of meeting. وبعدين باجي هنا قدام كل واحد منهم، ده كل أفراد المشروع عندي أو كل الكونتاكتس الموجودة معايا في المشروع. قدام كل واحد بعمل قدامه إكس، لو مثلا ده ممكن الإكس دي مثلا أو ممكن يكون التابل هنا موجود فيه الكونتاكت بيرسون بتاعت الكونتاكت كلها بتاعت الشخص ده، بقدر أتعامل الإيميل بتاعه ورقم تليفونه وأي حاجة من التفاصيل دي. ممكن هنا يبقى دي طريقة الاتصال اللي أنا بكتبها هنا. فوارد إن أنا عاملة أكسات بس كده عشان بس نوضح الفكرة بتاعت الإيشيو دي، تمام؟ بس هبقى محتاجة منكم إن أنتوا تدوني حاجة تفصيلية أكتر من ده. فده الماتريكس كده يعني بطريقة بسيطة جدا. هنبقى حاطين الدوكيمنتس فوق كده، وهنا كل أفراد المشروع أو كل الجهات اللي أنا بتعامل معاها. بعدين بنبتدي بقى نكتب هنا في الحاجات اللي هي في النص دي كده، بنكتب الداتا اللي احنا محتاجينها. طيب الاساينمنت بتاعنا النهارده create a document distribution matrix for external contact. بمعنى ان انا محتاجه ان حضرتك تعمل distribution matrix لجهة انت بتتعامل معاها خارج الشركة بتاعتك مش في الشركة بتاعتك، تمام؟ يعني انا مثلا انا كشركة استشاري مثلا بتعامل مع استشاريين تانيين، او انا كبي ام في مشروع بتعامل مع اكتر من استشاري، محتاجة document distribution matrix لجهات الاتصال بتاعتي الخارجية، تحدد فيها بقى كل حاجة، تحدد فيها الطريقة اللي انا بتعامل مع كل واحد فيها. محتاجة ان حضرتك تكريت طرق مختلفة، يعني في ناس انت بتتعامل معاهم بالايميلز بتبقوا بره مصر، في ناس بتتعامل معاهم باللاترز مثلا جوه مصر، في ناس بتتعامل معاهم داخليا بيبقوا شغالين معاك في المشروع، فهكذا. فعاوزين document distribution matrix لجهة خارجية، للجهات الخارجية اللي انت بتتعامل معاها. دي الريفرنسز بتاعتنا اللي احنا استعملناها في السبجكت ده. احنا يسعدنا ان احنا نسمع اسئلتكم. معلش انا كنت عاوزه انوه ان احنا مش هنبقى متواجدين يوم السبت اللي جاي، الاكاديميه عندها ايفنت شغاله عليه من يعني السبت، مش هيبقوا عندهم، مش هيبقى متاح ان احنا ندي الكورس بتاعنا يوم السبت، بس ان شاء الله باذن الله ممكن ناجله ونخليه يوم الاربعاء في نفس الميعاد الساعه 8، تمام؟ احنا مش هناخد بريك عشان احنا خلاص هنقفل. في حد عنده اي اسئله عن الجزئيه دي؟
تمام كده يا أستاذة أميرة، وهتكتبي مثلا إن الهيد أوفيس بتعامل معاه بالفاكس، وتكتبي رقم الفاكس والتفاصيل. والله زي ما أنتوا عاوزين، تعملوه إكسل، تعملوه باوربوينت، زي ما أنتوا عاوزين. طيب خلينا نتأكد كده من الناس، هل الناس هيبقى مناسب بيها إن إحنا نأجل الكورس يوم السبت اللي بعديه، ولا هل ينفع معاكم يوم الأربعاء؟ أستاذ أحمد كده هيعمل استطلاع رأي، ونشوف إن شاء الله بإذن الله مين بالنسبة لكم أحسن. لو كل الناس بالنسبة لها إن هو نأجله للسبت اللي بعديه، أنا ما عنديش مشكلة، أنا قلت بس عشان ما نتأخرش أكتر من كده في الموضوع. التاسك إحنا محتاجين ديستريبيوشن ماتريكس لجهة خارجية، للجهات الخارجية اللي أنت بتتعامل معاها في الشركة. طيب موضوع المواعيد إحنا نتفق فيه بعدين، تمام؟ طيب خلينا بس دلوقتي نشوف لو في أي أسئلة ممكن نرد عليها، وبعد كده خلينا نشوف موضوع المواعيد ده على الواتساب بعدين. في الإكسل ما معنى الـ IR؟ يعني request for inspection IR. وياريت يا جماعة بس نبعت التاسك في ميعاده، يعني إن إحنا بنقفل تسليمات التاسك على الساعة 12 يوم الجمعة، عشان يبقى أنا عندي وقت إن أنا أعرض، أقدر إن أنا أراجعها، أودي لحضراتكم الكومنتات اللي بتبقى محتاجها. انما انا فعلا لما بتزنقوني في الوقت وبتبعتوا لي حاجات متاخره، انا ما بيبقاش عندي وقت ان انا اتواصل مع الناس اللي كاتبه كومنتاتها وارجع اراجع لها الحاجه تاني بعد الكومنتات، تمام؟ طيب يا جماعه هنتفق ان شاء الله على الواتساب على ميعاد المحاضره اللي جايه باذن الله، وهنشوف هنعمل ايه وهنبلغ حضراتكم ان شاء الله على الجروب. ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.